إن مشاهدي متشبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر على قناة الشعب، قناة شوف تي في. نتواجد أمام الباب الرئيسي للمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء. اللي بغينا نوصلكم هو أن واحد شخص أول أمس تعرض لاعتداء خطير من طرف 4 ديال الخوت في منطقة أو في ضواحي مدينة الدار البيضاء، بالضبط على منطقة على مستوى منطقة حد السوام. السيد اللي كان دايز شاف مقتبل العمر، كان دايز عند واحد الحي، شدو 4 ديال الإخوان، دخلوا لواحد السيارة بيضاء اللون خفيفة، ما نقولوش الرقم ديالها، وحنا واخا حنا عندنا الرقم ديالها، انما دخلوا لواحد السيارة اختطفوه، داو لواحد البلاصة خالية، واحد الغابة في ضواحي منطقة حد السوالم، واعتدوا عليه بالضرب وجرح الخطيرين، وخلاوه تما ومشاو. جاو شي ناس شدوه، حاولوا انهم يسولوه، ما قدروش يتواصلوا معه. اتصلوا بوجه الوقايه المدنيه، اتصلوا بوجه الدرك الملكي، نقلوه على عجل الى مستشفى الجامعي ابن رشد اللي كان تواجدوا امامه. المشكل ماشي هنا، المشكل هو ان هاد الاشخاص تم التوقيف ديالهم كلهم بربعة الخوت، شدوهم جدارمية. ولكن السؤال علاش درتو لهاد الشيء، لهاد السيد هاد الشيء؟ كيقولوا بأنهم كان كيدوز وكيتنمر بيهم. التحقيق باقي جاري، أشخاص وضعوا تحت الحراسة النظرية. نتمنوا بأن وأكيد غدا غادي يتم التقديم ديالهم. نتمنوا بأن العدالة تاخذ الحق ديال هاد السيد، لأن عرفتي وصلني التصاور ديال السيد، الحالة ديالو خطيرة. الحالة ديالو جد 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 خطيرة. هاد السيد لما توفاش غايب قدرة قادرة، القدرة الإلهية لا أقل ولا أكثر. الطريقة باش تسدو عليه طريقة وحشية، طريقة أقل ما يقال عنها أنها جهنمية وحشية. على العموم نتمنوا بأن هاد الشخص ياخد الحق ديالو. شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.